من أسئلة الكتاب شابتر 4 بروبلم 40. A flat bed truck is carrying a heavy crate. The coefficient of static friction between the crate and the bed of the truck is 0.75. What is the maximum rate at which the driver can decelerate and still avoid having the crate slide against the cab of the truck؟ يبقى في عندنا تراك، الكاب يبقى قدام، قول مثلا وادي الكاب وفي عندنا هيفي كريت فوق التراك. التراك ممكن تعمل ديسيليريشن بايه، باي قيمة لغاية قيمة ماكسيمم. لو اكثر من كده الكريت هينزلق لقدام، طبعا في اكسليريشن لورا، فبدل ما تنزلق لقدام في عندنا فريكشن ميو اس في ان، ده اللي بيحمي الكريت ان هي تنزلق باتجاه كاب السيارة او كاب التراك. عندنا ام جي وان من سيجما الاف واي equals zero، لان مفيش لا حركة ولا acceleration في اتجاه ال y direction، يكون ال n minus ال m g equals zero، يعني ال n equals m g. عندنا ال static coefficient of friction 0.75، sigma ال f x equals m a، اتجاه ال acceleration عكس اتجاه الحركة. عندنا ميو اس ان قوة الفريكشن اللي بتمنع انزلاق الكريت لقدام، هيساوي الام في الاي. احنا عايزين نحسب الاي، يبقى ميو ستاتيك في ام جي يساوي ام اي، نشطب الام مع الام. اذا الاكسلريشن او الديسلريشن، يعني اللي طبعا هي اكسلريشن عكس اتجاه الحركة بقت ديسلريشن، هتساوي الميو اس في الجي، يعني هتساوي 0.75 times 9.8، هيساوي 7.35 متر بير سكند سكوير. طبعا احنا مش عارفين الحركة يمين ولا يسار، فالقيمة دي هي 7.35 متر بير سكند سكوير opposite of motion direction، motions direction عكس اتجاه الحركة، بغض النظر الحركة ازاي هي عكسها. يبقى لو بيسألني عن الماجنتيود 7.35، لو بيسألني عن الدايركشن نقول opposite of the direction of motion of motions direction.